بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فيقول المصنف رضي الله تعالى عنه: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق، أي مطابقة كل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب وغيرهما لما في نفس الأمر وغيرهما لما في نفس الأمر، لأن الله تعالى قد صدقهم بما تنزل أو بما تنزل من المعجزة التي خصهم الله بها منزلة، بما تنزل من المعجزة التي خصهم الله بها منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. هذا هو الجزء الثاني من جزئي الإيمان، لأن الإيمان مركب من جزئين، أحدهما الإيمان بالله تعالى، وهو حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. ده الجزء الأول أو القسم الأول. الثاني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز، أي في حق الرسل عليهم جميعا صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه. ولما كان الجزء الثاني يعني الإيمان بالرسل موقوفا على الجزء الأول، يعني موقوف على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إنما يعرف ويحصل أو يحصل بعد معرفته. قدم علماؤنا الكلام على الجزء الأول قبل الكلام على الجزء الثاني، طبعا فرغوا من الكلام على الجزء الأول، والآن شرعوا في الكلام على الجزء الثاني، وهو الإيمان بالرسل عليهم جميعا صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه. الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإرسال الرسل من أجل إقامة الحجة وقطع سائر التعللات. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فتبين لنا هذه الآية أن إرسال الرسل من أجل إقامة الحجة، يعني عدم إرسالهم ستكون بسببه، يعني بسبب عدم الإرسال للعباد حجة، لئلا تكون للناس على الله حجة. إذن إرسالهم من أجل إقامة الحجة وقطع سائر التعللات التي ذكر الحق سبحانه وتعالى منها، كقوله تعالى: ولو أن يتحدث عن الكفار ولو أن أهلكناهم
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يعني هذه علة يتعللون بها، يعني لماذا لم ترسل إلينا رسولا حتى نتبع ما تريده بنا من هدي أو مثوبة في الآخرة أو صلاح حال في الدنيا وغير ذلك. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لسه برضو احنا لنا سنقيم عليك الحجة او الحد. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا ارسلت الينا. وكقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكالآية التي ذكرناها من قبل لئلا يكون للناس عوض، فهذه صريحة. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله تترى، يعني تترى عليهم متتابعين كثر منذ أن خلق الله تعالى آدم وذريته. والله تعالى تكفل بإرسال الرسل إلى البشرية في كل حين وفي كل فترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع زمن، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. ورد في عددهم، في عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، إن عددهم 100,000 و24,000. روايتان ذكرت إن العدد 200,000، 200,000 و24,000، ده عدد الأنبياء والرسل. منهم يعني الرسل عددهم كان 313، و14، يعني كذا يا كذا. طبعا الأولى في تصحيح العقائد ألا يتعرض لعددهم، يا لا نؤمن بعدد معين أو محدد. ليه؟ لأن الحديث الوارد في ذلك، هذا ليس في القرآن ذكر عدد من عدد الأنبياء والرسل، وليس عليه إجماع أو طبعا تفيد ليه بالشك، عددهم 200,000، 100,000 أو أكثر أو أقل، وهذا لا يؤخذ فيه بالظن، لازم يكون فيه قطع وتحديد لعدد من الأنبياء والرسل. فالأولى في تصحيح العقائد ألا يتعرض لعددهم، لأن الحديث الوارد في ذلك متكلم فيه، وهو حديث أحد يخالف ظاهره قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى إذن ما نطلعش بذكر عدد معين. ليه؟ لأن هذا لا يؤمن معه من دخول من ليس فيهم فيهم، أو خروج من هو فيهم منهم. يبقى إذن نؤمن بأنه بكل نبي ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى ما علمنا منهم تفصيلا وما لم نعلم إجمالا، لأن الله تعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، فلا نعتمد عدد معين، إنما الحديث ما ينفعش للاحتجاج به لأنه متكلم فيه وهو خبر أحد، ولا يؤخذ في علم العقائد إلا بما هو قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأخبر الحق سبحانه وتعالى إنه منهم أولو العزم
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني الرسل فيهم ايه؟ من هو من أولي العزم. أولو العزم كما ذكرهم الإمام ابن عطية في تفسيره كان خمسة، لما مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى. دول أولو العزم، يعني أصحاب القوة والعزم، خمسة، وذكروا في آية واحدة في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. دول أولو العزم. والزمخشري في تفسيره أو في بعض كتبه ذكر أنه عدد أولي العزم عشرة، فأضاف مين؟ داود عليه السلام وأيوب ويعقوب وإسحاق ويوسف، عدد أولي العزم عشرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل الأنبياء أولو عزم، وتصبح من في الآية بيانية: فاصبر كما صبر أولو العزم من. الجميل ليست للإيه؟ للتبعيد، وإنما هي للبيان. يعني فاصبر كما صبر أولو العزم وهم الرسل. تبقى هنا مين؟ تبقى إيه؟ بيانية. قول العزم يا إما خمسة يا إما كام؟ عشرة، يا إما كل الإيه؟ الأنبياء من أولي إيه؟ العزم. يعني أولو عزم، أولو همة، وأولو إيه؟ قوة عالية في التمسك والصبر على الدين. وأما الرسل، يبقى الآن حيتكلم في إرسال الرسل. ذكرنا في الدروس الماضية أن حكم إرسال الرسل إيه؟ جائز، خلاص؟ جائز إيه؟ عقلا، لكن الإيمان به واجب شرعا. يبقى من الناحية العقلية هو إيه؟ جائز، يعني العقل يحكم ليس بوجوبه، ولا يحكم أيضا باستحالته، وإنما يحكم بجوازه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرسل رسل وممكن ما يرسلش رسل، خلاص كده؟ إذا ليس واجبا على الله أن يرسل ولا ألا يرسل، إنما هو جائز، خلاص؟ يعني تفضلا منه سبحانه وتعالى، خلافا لمين؟ اللي قال واجب، المعتزلة وبعض بدأ الفرق الضالة قالت إن إرسال الرسل عبث، يعني مستحيل. إذا هو عند أهل الملة أو عند أهل السنة حكمه إيه؟ جائز، جائز عقلا، لكن الإيمان به واجب شرعا. وقلنا يجب أن نؤمن بما علم منهم تفصيلا، يعني بذكرهم واحدا واحدا. واللي ذكروا تفصيلا كان 25 منهم، في آية واحدة ذكر 18 واحد في آية واحدة. مين الآية دي فين؟ في أي سورة؟ سورة الأنعام: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق كان 2، ويعقوب 3، كلا هدينا، ونوحا عد أنت، أنا أقول المعدود أنت عد كام هنا؟ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجد المحسنين، ده مش نبي، ده تكملة الآية، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كم دولة؟ 18 في آية واحدة. باقي كام من 25؟ 7. مين هم 7؟ مين اللي ما ذكرش في الآية هنا؟ داود يا بني آدم، داود واحد من ذريته داود. سيدنا عيسى ذكر في الآية. تقول من شغل مجانين ذلك إدريس لم يذكر في الآية. سيدنا صالح وسيدنا شعيب 3، وذو الكفل
فنذكر في الآية أربع، إلياس مذكور وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم وسيدنا هود، دول لم يذكر، دول السبعة اللي هم إيه باقي في 25. يعني معنى كده يجب أن نحفظ أسماء 25 الله، بس كل ما في الأمر إذا ذكر واحد أمام واحد وأنكر نبوته يكفر، إنما الشرط يحفظ إيه اسمه، جاز يغيب يعني في مثلا واليسعة، محدش يمكن في الوجه القبل يمكن يعرف إنه في واحد اسمه من الأنبياء اسمه إيه واليسعة، افتكرها فعل واليسعة، فعل أمر عليه أن يزعم واليسعة. فإذا لو ما غايب اسمه عنك مش مهم، المهم أنه إذا ذكر وأنكر بعد تعليمه أو بعد يعني أن يعرف، هنا يكون لإنكار نبوته كفرا. واضح؟ طبعا من باب أولى نحفظ أسماء 25 عشان خاطر نعرف أنه مين أنبياء ورسل عليهم جميعا صلوات الله تعالى وسلامه. يجب لهم الصدق، يتكلم هنا عن إيه؟ الصفات الواجبة للأنبياء. كم صفة؟ أربعة. أولها إيه؟ الصدق. والصفة الثانية تبليغ. والصفة الثالثة الأمان. الرابعة الفطانة. يبقى أربع صفات واجبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرسل جمع رسول. رسول ده إيه؟ فعول. تمام كده؟ بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول، يعني مرسول يعني مرسل، خلاص كده. وده من يمكن ما فيش في اللغه على وزن فعول الا ايه رسول، يعني قليل ايه الوزن ده، الالفاظ ايه معدوده. فعول بمعنى ايه؟ بمعنى مفعول. وهو تعريفه انسان. طبعا ما قالش ايه ذكر ولا ايه ولا انثى، مش كده؟ هل يجوز ان يكون المراه تكون رسول؟ طيب ليه الدليل؟ ها؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ده صريح القران، يعني ما ارسلش ايه امراه. طيب هل ينفع المراه تكون نبي؟ طبعا على الاختلاف بين الرساله والنبوه في كلام في الموضوع ده، لكن الجمهور على انه برضه ليه النبي لا يكون ايه انثى، انما لا يكون الا ايه ذكرا. طب الوحي الى ام موسى، وهو النبي إنسان أوحي إليه، وأم موسى عليه السلام أوحي إليها، وأوحينا إلى أم موسى، والله تعالى قال على مريم عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر، فكيف لا يكون مريم وأم موسى وآسيا وحواء وبعض النساء أنبياء؟ لأن الوحي المثبت للنبوة إنما هو الوحي بشرع كلي، أما الوحي لأم موسى وغيرها إنما هو إلهام في جزئية، يعني أوحى إليها فقط أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في المسألة دي فقط، إنما ما أوحاش إليها بشريعة ولا بدين يتعبد به الناس. يبقى إيه اللي يثبت النبوة؟ ليس الوحي في مسألة في جزئية، إنما الوحي بشرع، الوحي إلى أم موسى أو إلى غيره إنما كان إلهاما في جزئية، والمثبت للنبوة إنما هو الوحي بشرع إيه؟ بشرع كامل. يبقى الجمهور على أنه إيه؟ ولم تكن نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو إيه؟ فعال. والرسل جمع رسول فعول، وهو إنسان، بكلمة إنسان يعني ذكر مش أنثى. طب لماذا لم يقل ذكر؟ ها؟ وهو إنسان بعض، وكلمة إنسان يستوي فيها المذكر والمؤنث على المشهور، وبعضهم يعني ممكن تقول على المرأة إنسان ما تقولش إنسانة، اللغة كده إنسان يستوي فيه المذكر والمؤنث، ما فيش في القرآن كله إيه إنسان، يا أيها الإنسان. وطبعا هنا الخطاب إيه للإنسان، لجنس الإنسان سواء كان ذكر أو إيه أو أنثى. وبعضهم قال لا هو للمذكر، ولكنه يشمل الأنثى تغليبا من باب إيه التغليب،
بدليل ايه؟ انسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، يعني فيها مذكر وفي بدون تاء، وفيها ايه؟ مؤنث اللي هو فيه ايه؟ التاء. فعلى هذه اللغة يبقى اذا لابد يقول ايه؟ انسان ايه؟ ذكر. لم يذكر كلمة ايه؟ ذكر. قالوا اكتفى بايه؟ بتذكير الضمير. قال انسان بعثه، فلو كان انثى كان قال ايه؟ بعثها. اكتفى بايه؟ بتذكير ايه؟ الضمائر. معاي انتوا مش معاي الكتاب معاكم؟ ها؟ انسان بعثه الله، بكده عرفنا من كلمة من تذكير الضمائر انه ايه؟ ذكر. انسان بعثه الله سبحانه وتعالى الى عبيده بإيمانه، يعني بتكليفهم بإيمانه، يعني بالإيمان به، بعثهم بإيمانه، يعني بالإيمان به بالله سبحانه وتعالى، ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية. الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. الوضعية كام؟ خمسة. التكليفية والوضعية كام؟ عشرة. إيه الأحكام التكليفية؟ الوجوب والحرمة والند والكراهة وإيه؟ والجواز. ده اسمها الأحكام دي التكليفية. طيب الأحكام الوضعية؟ سبب الشر والمانع صحيح والفاسد، على بعض كم؟ عشرة. وما يتبعهما من وعد ووعيد ونحوهما، وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتاب مخصوص أو نسخ بشرع من قبله؟ هي او نسخ لشرعي. عندك لام ولا عندك باء؟ ها؟ ده نسخ لشرعي، لشرع من قبله، او لا يشترط فيه شيء من ذلك اقوال. يبقى المسألة دي في ايه بالضبط؟ لا، المسألة اللي هي وهل يشترط، وهل ايه؟ وهل شرطه ان يكون له شرع جديد او يكون له كتاب مخصوص او ينسخ شرع من قبله او لا يشترط؟ المسألة دي في ايه؟ في الفرق بين الرسول والنبي. يعني عاوز يقول لك بمجرد الوحي اليه، هل طبعا الواحد يثبت النبوة، انما الرسالة او الارسال يثبت به بالتبليغ بالبلاغ، يبلغ ايه؟ قومه، يعني يرسل الى قوم فيبلغهم الاحكام التكليفية والايه؟ والوضعية، وزيد على ذلك الايمان نفسه بالله سبحانه وتعالى. فهل شرطه يعني ليكون النبي رسولا، هل يشترط أن يأتي بشرع جديد بشريعة جديدة، ولا إن جاء تابعا أو مصدقا لشريعة من قبله يكون نبي فقط؟ بعضهم اشترط في الرسول عشان يكون رسول لازم يأتي بإيه؟ بشريعة جديدة، خلاص كده، أو يأتي بكتاب جديد، بكتاب مخصوص به، يعني مثلا زي الإنجيل لسيدنا مين؟ عيسى، والتوراة لسيدنا موسى، أو كتاب مخصوص يعني مخصوص به. التوراة خاصة بمين؟ بموسى، والإنجيل بمين؟ والزبور لسيدنا مين؟ داود، والقرآن لسيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولا الشرط أن يكون يا نسخ لشرع من قبله، أو لا يشترط فيه شيء من ذلك أقوال.
يعني الأقوال التي ذكرها الإمام السنوسي في شرق الرسول، يعني في الفرق بين الرسول والنبي، لأنه ده كل محتمل، ومعرفة الرسول يتم بأي منها، ولا توجد أدلة تقطع بترجيح واحد منها، يعني مسألة خلافية والخلاف فيها لا يضر. خلاص كده؟ الخلاف في المسألة دي لا يضر في معرفة الفرق. مهم أن تؤمن بالرسل والأنبياء، لكن ما هو الفرق على التحديد أو على جهة القطع بين الرسول والنبي؟ ده هذا الخلاف في هذه المسألة لا يضر. لا يضر. واضح يا فاضل؟ أمال التعريف اللي احنا أخذناه وذكرناه من فترة اللي هو النبي إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو أمر بتبليغه أو لا، فإن أمر يكون إيه؟ رسول. يبقى التعريف ده إيه؟ أساسه إيه؟ التعريف ده اللي هو موجود في كتب، نعم؟ لا، التعريف ده أساسه لغوي، يعني مبني على الإيه؟ على اللغة، لأن الرسول من الإيه؟ من الإرسال. التعريف ده الموجود في الكتب ده أساسه إيه؟ لغوي. إنما بالنسبة للقرآن الكريم أحيانا تجد الرسول والنبي بمعنى واحد، رسلا مبشرين إيه؟ ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، فبعث الله النبيين مبشرين. يبقى المعنى إيه؟ واحد. الله تعالى يقول للرسول يا أيها الرسول، ويقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك. يبقى الرسول والنبي بمعنى إيه؟ واحد. لكن في آية غايرت بينهما، اللي هي في سورة إيه؟ سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني معناها الرسول غير الإيه؟ النبي. لكن هل تلاحظ أن كلاهما مرسل وما أرسلنا؟ لأنه فعل الإرسال تسلط عليهما، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني الرسول مرسل والنبي مرسل. فبعضهم قال لا، ده تقدير الآية كده، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، لأن الواو تقتضي الإيه؟ المغايرة. واضح؟ فعشان كده الخلاف في المسألة دي لا يضر، لو اعتقدت انهم بمعنى واحد لا يضر، ولو اعتقدت انهم بمعنيين لا يضر، ولو بينهما خصوص وعموم مطلق او عموم وخصوص وجهي لا يضر. اخرت ليه؟ تعال هنا. الخلاف بينهما ايه؟ ها؟ خليه زي ما كان الاول. ما احنا عاوزين فرق اصطلاحي مش فرق لغوي، في اللغة ده ليه معنى وده ليه معنى، كده؟ النبي من النبأ، يعني النبأ بمعنى الخبر، كده؟ وايه الفرق بين النبأ؟ واحد يقول لك وصلنا نبأ، واحد يقول لك وصلنا خبر. لما يكون الشيء عظيم وله يعني تأثير قوي يقال نبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إنما خبر يعني أي خبر يستوي فيه الأخبار المهمة وغير المهمة، يكون لها اسم إيه؟ أخبار. زي واحد بيسمع نشرة الأخبار، إنما الأنباء يعني الأنباء ليه؟ زي ولقد جاءهم من الأنباء، ما فيه مزدجر، مش من الأخبار، الأخبار بتجمع إيه؟ كله. فالنبأ يقال على الخبر الإيه؟ العظيم، زي سورة إيه؟ النبأ. يبقى النبي يخبر، هو إيه؟ مخبر ومخبر. يبقى هذا هو المعنى الإيه؟ اللغوي. أما الرسول اللي هو حيبلغ إيه؟ يبلغ رسالة. لكن في اصطلاح القرآن أو الفهم القرآن، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ افرض قلنا مثلا بالأول ده اللي هو أن يكون له شرع جديد، مش كده؟ ها؟
طب هيبقى بناء على كده هنخرج بعض الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى سماهم رسل، مش هيبقوا كده بالمعنى ده رسل، لانه سيدنا عيسى رسول ولا مش رسول؟ بنص القران ورسولا الى بني، مع انه ملوش شرع جديد، جاء بشرع موسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراه. يعني قال كده حتى في انجيل متى: ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل. يبقى نفس الشريعه بتاع سيدنا عيسى هي شريعه سيدنا موسى. في الشريعه الانجيل ما فيهوش تشريع، فيه مواعظ تذكير، ما فيهوش ايه شريعه. يبقى كده هنخرج على هذا التعريف، مش هيمشي مع ايه؟ مع بعض الانبياء. افرض خدنا بالتاني انه يكون له كتاب مخصوص، ده اللي احنا نعرف الكتب بتاعتهم اربع: سيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. رسول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهو رسولا، مع انه ما نعرفش له ايه كتاب، لان كده التعريف ده برضه مش هينضبط. طيب نسخ شرع من قبله، لما سيدنا عيسى لم ينسخ التوراه، بل جاء ليه؟ بل صدق واكد عليها ودعا اليها وعمل بها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، أنبياء نفسهم بيحكم بها، أو لا يشترط فيه شيء من ذلك. والله أعلم، قد يكون لا يشترط لا كتاب ولا إيه، ولا إنه ينسخ شرع من قبل ولا شرع جديد. حتى ابن تيمية ليه تعريف غريب في حكاية الفرق بين النبي والرسول، يقول الرسول ده الذي أرسل إلى قوم كفار، والنبي الذي بعث الى قوم المؤمنين. ما فيش كفر عندهم، في تغيير في معاصي في كذا، انما الارسل الى قوم كفار هو ده ايه الرسول. ليه؟ وله ادله وجيهه على ذلك، ان الله تعالى قال: كذبت قوم نوح المرسلين، فلم يذكر تكذيب قبل نوح. وبعدين كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع انهم ما كذبوش غير نوح فقط، بس ما حد جالهم غيره، حد تاني جالهم؟ طيب يبقى اذا تكذيب نوح زي كانك كذبت مين؟ كل الرسل، لانهم جميعا جاءوا بشيء واحد. يعني زي مثلا خبر وقع في المدينه او حاجه حصلت في التحرير، فجوا 10 قالوا لك الخبر ده، فرحت انت كذبت واحد من 10، كأنك كذبتم كل، انه هو الذي قال به هذا قال به ذاك. اذا يلزم من تصديق واحد تصديق الكل، ومن تكذيب واحد تكذيب الكل، لانه القضيه اللي جاء بها الانبياء مش واحده. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. إذا كذبت واحد يبقى ده تكذيب، لأنهم جميعا كنفس واحدة. ولذلك هي حقيقة الإيمان، ما تقولش نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ليه؟ لأنه طب إذا آمنت بموسى، طب الذي جاء به موسى هو نفسه الذي جاء به عيسى، يبقى إما أن تصدق موسى وعيسى معا، يتكذب الاثنين معا، ما ينفعش تصدق واحد وتكذب، لأنه الجهة واحدة مش مفكر. يعني جميعا جاءوا بشيء ايه؟ بشيء واحد. لذلك مره زمان كان في واحد كتب في الاهرام او في الاخبار حوالي 20، قال ان اليهود والنصارى غير واجب عليهم الايمان بسيدنا محمد. وجاء هو مسلم، مش كاتب مسيحي، ده مسلم. واستدل بآية البقرة: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، كمل كده، الصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية لم تشترط على اليهود ولا النصارى الإيمان بمين، بل اشترطت حاجتين: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فلهم أجرهم، فلا خوف عليهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش ده الدليل؟
لكنه نسي أن الآيات أحيانا تأتي ببعض أركان الإيمان وأحيانا تأتي به فلا ينفع نأخذ الحكم من آية ونسيب بقية الآيات. وبناء عليه قالوا له الآية لم تشترط الإيمان بسيدنا محمد، ده صحيح كده؟ هل قال من آمن بالله واليوم الآخر ومحمد؟ ما ذكرش سيدنا محمد. فكذلك الآية لم تذكر أي نبي، مش محمد فقط، ما ذكرت لا موسى ولا عيسى. إذا بنفس الآية لا يجب على اليهود الإيمان بموسى ولا على النصارى الإيمان بعيسى. يعني لما هو خص عدم الإيمان بسيدنا محمد؟ عارف لو قال عدم الإيمان بالرسل كلهم لكان صادقا مع نفسه، لكنه أراد أن يتلاعب، ذكر شيء ونسي شيء. احنا بنقرأ فيه والرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. والرسل جمع رسول، وهو إنسان بعثه الله سبحانه إلى عبيده بإيمانه ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد ونحوهما. يعني عرفنا الأحكام التكليفية خمسة والوضعية خمسة، وما يتبعهما من وعد ووعيد. وعد يعني الثواب، ووعيد يعني ليه العقاب. وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتاب مخصوص أو نسخ لشرع من قبله، أو لا يشترط فيه شيء من ذلك؟ أقوال. يعني أقول لك هذه المسألة فيها أقوال، ولا يضر الاختلاف فيها، واضح؟ ونحن مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يتم إيماننا إلا بذلك، ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يعني إحنا مكلفين بمعرفة الرسل، تمام؟ ولا يتم إيماننا إلا بذلك. كيف نؤمن برسل لا نعرفهم؟ لما أي واحد يقول لك لما ربنا لم يخبرنا بهم بالأنبياء كلهم، أخبرنا بالبعض، قل له نؤمن بما علم الله تعالى أنهم أنبياء على حسب ما عند الله، دون أن نعرفهم بذواتهم أو بأسمائهم. يعني نؤمن بكل رسول، أو ده معنى الإيمان. وما علمنا منهم نؤمن به تفصيلا. ونحن مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يتم إيماننا إلا بذلك، ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. يعني معناها إن مسألة الإيمان بالرسل تتم بكم أمر؟ أول حاجة بمعرفة من هم الرسل. يبقى كده نقول الرسل على نوعين، رسل قص الله علينا أخبارهم، ورسل لم يقص الله تعالى علينا أخبارهم ولا نعرف حتى أسماءهم. يعني مش فقط في أسماء وما فيش أخبار، ما فيش حتى اسمه مش مذكور، برضو نؤمن به. وبعدين لا يتم إيماننا إلا بذلك، يعني بمعرفتهم الذين ذكروا، أو بتصديق المولى تبارك وتعالى في الإخبار عن الذين لم يذكروا. ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. يعني فقط مش معرفتك بالأنبياء والتصديق بهم يبقى كده تم الإيمان، لا، ده لازم تعرف ما يجب لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز. كده ما حصلش كده الإيمان بتاعك بالأنبياء ناقص. إيه الواجب للأنبياء؟ عرفتوا الصدق، التبليغ، الأمانة، الفطانة. طب إيه المستحيل؟ الكذب، الكتمان، الخيانة، البلاهة أو البلادة. خلاص، إيه الجائز؟ إن جائز مثلا الأمراض، يجوز عليه أن يمرض، يجوز عليه أن يموت، يجوز عليه الأكل، الشرب، جماع النساء، المشي في الأسواق، ده جائز. إذا لازم تعرف ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز على التفصيل اللي جاي. نعم. لم يخش الله. لم يقص.
لم يختص بالله سبحانه وتعالى، اختصنا برسل الذين اختصوا بالله سبحانه وتعالى ورسل الذين لم يختصوا بالله. قص قصه كده من القصص، الذين لم يقصوا الله تعالى اخبارهم ولا علمنا اسماءهم، هذا في علم الله لا نعلمهم، فاحنا نؤمن بما علمنا منهم تفصيلا وما لم نعلم اجمالا. ايه معنى اجمالا؟ اكيد اقول انا مؤمن بكل رسول، يعني مقصوص علينا ذكره او غير مقصوص، هذا الاجمال. اما التفصيل اقول لك انا اؤمن بسيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا لوط وسيدنا ابراهيم وسيدنا هذا هو ايه التفصيل، واضح؟ وما تقولش انا امنت بابراهيم ويحيى وموسى وتعد خان يقول خلاص انا مش مؤمن بحد تاني، يبقى كده كافر. ولا مؤمن بالتانيين اللي هم لم ايه لم يذكروا او لم تقص علينا اخبارهم، بس بعد سيدنا محمد خلاص تقول كده انا مش مؤمن بحد تاني لانه مفيش حد تاني بعده. لو قلت كده انا مش مؤمن بحد بعد خلاص كده انت صادق، لانه لا نبي ايه بعده ولكن رسول الله وخاتم ايه النبي. كما يجب لهم عليهم الصلاه والسلام الصدق في كل ما يبلغون عن المولى تبارك وتعالى. يعني اول حاجه اول شيء يجب لهم عليهم الصلاة والسلام إيه؟ الصدق. إيه المراد بالصدق؟ الصدق يعني مطابقة الخبر للواقع، يعني تقول كلام يطابق ليه الواقع. فالواقع كده عند كان النسبة الكلامية وفي نسبة للذهن وفي نسبة كلامية، إذا كان النسبة الكلامية لها وجود في الواقع يسمى إيه؟ صدق. أما إذا كان ليس لها وجود في الواقع يسمى إيه؟ تسمى كذب. يبقى الصدق مطابقة الخبر للواقع. أفرض مثلا في حاجة ثانية مع مطابقة الخبر للواقع، قالوا إيه؟ سواء طابق الاعتقاد أو خالفه، ده هو ده الصدق. أما حاجة يطابق ليه عند الجمهور في عند أهل السنة، أما حاجة يطابق الواقع. يعني ما تقول كده مثلا فلان ده اللي قاعد قدامي ده صالح، هل هو في الواقع كذلك صالح؟ إذا كان كده في الواقع يبقى إيه صدق. أفرض أنا بعتقد، أنا بقول كده كلام يوافق الاعتقاد لكنه في الواقع ليس كذلك، يبقى ده صدق ولا مش صدق؟ هنا دي اختلفوا فيها، إذا كان طابق الاعتقاد ويخالف ليه أو لم يصحبه اعتقاد. يبقى كم قسم دولة؟ ثلاث. والكذب كذلك ثلاث أقسام، يبقى كم الأقسام على بعض إيه؟ ستة. يبقى مطابقة الخبر للواقع سواء طابق الاعتقاد أو خالفه أو لم يصحبه اعتقاد. والكذب تعريفه إيه؟ إذا قلنا الصدق ما طابق الواقع، يبقى الكذب إيه؟ ما خالف الواقع، سواء خالف الاعتقاد أيضا أو لم يصحبه اعتقاد، في هذه ثلاثة أقسام. خلافا لمين؟ واحد اسمه النظام، إبراهيم النظام، ده منين ده؟ من المعتزلة. قال إيه؟ عنده الصدق وهو موافقة الخبر للاعتقاد فقط. ليه طب قال كده؟ قال عشان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو صلاة رباعية فسلم إيه على ركعتين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني أنت الظهر أربع ركعات وأنت سلمت على ركعتين، فهل الصلاة قصرت يعني أصبحت ركعتين ولم تنسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كل ذلك لم يكن يعني لا لم تقصر الصلاة ولم ينسى، مع انه هذا مش مطابق للواقع، لان الواقع انه ايه حصلت واحدة من الاثنين يدي، لانه هو صلى ايه ركعتين. فلما نظر الى الصحابة وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، راح اتم ايه الصلاة. الجماعة كده انه اخذ من هذا النظام المعتزل انه هذا صدق،
مع انه مخالف للواقع. قال اهم حاجه ما يكونش ايه مخالف للاعتقاد. يعني انت لما تقول على فلان ضري صالح يكون انت بتحسن الظن في الناس، هو ما يكون الصالح وانت ما تقول عليه ضري صالح بس بحسب اعتقادك فيه بدا صدق، ده انت لست كذاب لانه قلت بحسب ايه بحسب اعتقادك. الا ان الظن قال ما وافق ايه الاعتقاد فقط، وعنده الكذب ما خالف الاعتقاد فقط وما اشتركش موضوع ليه الواقع. طب والجاحظ؟ الجاحظ برضو ايه من المعتزلة برضو بيشترط انه يوافق الاثنين مع بعض، يعني الصدق ما وافق الاعتقاد والواقع، والكذب ما خالفهما معا. اذا كان قول دلوقتي قول الجمهور انه ما طابق ليه الواقع، وقول النظام ما وافق الاعتقاد، وقول الجاحظ ما وافقهما، يبقى تعالى كده نطبق. يبقى اذا مين فيهم في الثلاثه اللي بيثبت الواسطه؟ الجاحظ. يبقى الجاحظ عنده حاجات، ما هو بيقول لك لازم يوافق الاثنين، يبقى بيثبت الواسطه. يبقى الاقسام عنده كام عند الجاحظ؟ اربعه. يبقى اذا اول حاجه يوافقهما، بعدين ايه يخالفهما، يوافق احدهما ويخالف الاخر، دول ايه دول قسمين. يبقى كده خد بالك معي، يبقى المطابق لهما يعني للواقع والاعتقاد صدق اجماعا عند الكل يعني. طب والمخالف لهما كذب اجماعا. طب والمطابق للواقع المخالف للاعتقاد اسمه ايه؟ مطابق للواقع مخالف للاعتقاد الجمهور كده، والنظام كاذب، والجاحظ غيرهما لا صدق ولا ايه ولا كذب، وعكسه عكسه يعني ايه ما طابق وخالف. يبقى اذن عندنا الجمهور ايه كاذب، والنظام صادق، والجاحظ لا صدق ولا كذب. طيب والمطابق للواقع الذي لا اعتقاد معه، الجمهور صادق والنظام كاذب والجاحظ لا كاذب ولا صادق، والمخالف للواقع الذي لا اعتقاد فيه، الجمهور كاذب والنظام كاذب كذلك والجاحظ لا صادق ولا ايه. يبقى فيهم اللي بايه يثبت الواسط، يعني يقول لك الكلام ده لا صدق ولا ايه كذب، لانه بيشترط الموافقه للايه للواقع وللايه. طيب ايه المراد به في حق الرسل الصدق هنا؟ المراد اي 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 صدق؟ هل المطابق لهما معا ولا المطابق للاعتقاد فقط؟ قالوا هنا عندنا تعريفين. التعريف الاول الصدق له اطلاقا، واحد عام وواحد ايه خاص. فالعام اللي هو لا مؤاخذة عليه شرعا، يعني معناها ايه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فأخبر بحسب ايه اعتقاده، وإن كان مخالف للواقع فهذا لا مؤاخذة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت. يعني إذا أخبرت بما يخالف الواقع دون تعمد فالمرفوع عنك ايه الإثم، لكن الجمهور بيسموه ايه كذب، والنظام يسميه ايه يسميه صدق لأنه يشترط موافقة الاعتقاد فقط. طب الثاني مطابقة حكم الخبر للواقع بحسب الاعتقاد وإن لم يكن مطابقا لما في نفس الأمر، زي المثال اللي قلناه، فهذا صدق بمعنى أنه مطابق للواقع بحسب الاعتقاد، ومثله لا يعد قدحا في الرسالة ولا يخلو عن حكمة. ربنا قدر ذلك لحكمة، لبيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر. مطابقة حكم الخبر للواقع بحسب نفس الأمر، يعني مش بحسب الاعتقاد، مطابقة حكم الخبر للواقع بحسب نفس الأمر، فإن أريد به الأعم فالمراد في جميع الأخبار، وإن أريد به الأخص فالمراد فيما يتعلق بالرسالة.
إذا فسروا على تفسيرين، إن قصدوا التفسير الأعم يبقى في جميع الأخبار صادقين ولو بحسب إيه؟ الاعتقاد. أما في المعنى الخاص اللي هو إيه؟ مطابقة الخبر للواقع، هذا في خصوص دعوة الرسالة والأحكام، فلا يمكن أن تكون إلا مطابقة لإيه؟ للواقع ونفس الإيه؟ الأمر. يبقى الذي قصدوه يعني هنا الواجب لهم عليهم الصلاة والسلام إيه؟ الصدق. قال في إيه؟ في إيه العبارة اللي عندك؟ في كل ما يبلغون. يبقى الذي قصده علماء الكلام وأقاموا عليه هو الأول ولا الثاني؟ هو الثاني اللي هو خصوص دعوة إيه؟ الرسالة وتبليغ إيه؟ الشرائع. ولذلك تعالى كده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي نوح. هنا وما ينطق يعني أي نطق، ولا وما ينطق في التبليغ. يبقى الآية تحتمل الاثنين، يبقى هي دليل قطعي في الخاص ودليل ظني في العام. يعني وما ينطق عن الهوى بدليل بعد إن هو إلا وحي، يبقى هي دليل قطعي فين؟ فيما يوحى إليه أنه يبلغه كما أوحي إليه. لكن إذا جعلناها عامة وما ينطق يعني أي نطق يعني في تبليغ الأحكام وغيرها، يبقى اسمه إيه؟ ظني، ليس دليلا إيه؟ قطعي. تفضل. إذا قلنا إن الرسول يجب عليه الصدق في الخصوص، إذا يجوز له أن يكذب؟ لا، عارف الثانية مأخوذة منين لو صبرت؟ يعني واحد يقول لك يعني يجب أن يكون صادقا في خصوص تبليغ الرسالة والأحكام، لأنه لو جاز عليه الكذب لارتفعت الثقة بكل ما يخبر، ولما يجب علينا الإيمان به لاحتمال أنه يكون في كلامه إيه؟ ما هو غير صدق كده. يبقى هذا في خصوص الرسالة كده، إنما في جميع أقواله وأخباره غير الرسالة. ده الدليل دنياً مش من دين، من إيه؟ صفة الأمانة اللي هي العصمة. يعني حيجي العام ده دليله فين؟ في العصمة، لأن العصمة معناها حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه. هيدخل الكذب ولا مش هيدخل؟ في العام. الدليل العام حيأتي فين؟ في العصمة. أما هنا الدليل الخاص اللي هو تبليغ الرسالة والأحكام والأوامر والتشريع. لسه حيأتي. فما يجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق في كل ما يبلغون عن المولى تبارك وتعالى، أي لا يكون خبرهم في ذلك إلا مطابقا. يعني الصدق في كل ما يبلغون عن المولى تبارك وتعالى يعني لا يمكن، لا يحتمل في العقل إلا أن يكون خبرهم في ذلك مطابقا لما في نفس الأمر. ينفعش بحسب اعتقادهم هنا، إن هنا لابد لأن الأمر حيتعلق بالتشريع وإيه؟ وتبليغ الأحكام. ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمدا إجماعا ولا سهوا عند المحققين. يعني لا يمكن يقع منهم الكذب في شيء من ذلك، يعني في ما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، لا عمدا ولا سهوا، إجماعا عند مين؟ عند المحققين. ليه؟ ايه الدليل على كده؟ هو النبي بيبلغ عن مين؟ عن الله، والله تعالى يؤيده بايه؟ بالمعجزة. والمعجزة معناها ايه؟ معناها ايه؟ ايه معنى المعجزة؟ معناها ان الله تعالى يقول صدق عبدي في ما بلغ عني. فلو جاز الكذب والله تعالى يصدقه للزم الكذب في خبره تعالى. لما مثلا انا ارسلك وبعدين انت تكذب علي وانا اقول للناس هو صادق، يبقى يلزم ان يكون كلامي انا كذب مش كده؟ فالله تعالى لما ايده بالمعجزه، يبقى المعجزه نازله منزله قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. ويقولها مثال ان واحد ادعى انه رسول بحضره ملك او امير،
والأمير قاعد يجالس بحضرتي ويقول أنا رسول هذا الملك إليكم، فالناس يقولوا له إيه الدليل على صدقك؟ مش كان المفروض الملك كده يتكلم يقول ده هو صادق اللي خلاص اتحلت المشكلة؟ لكن الملك ساكت. طب إيه الدليل والملك لا يتكلم؟ فيقول لهم آية الصدق والملك يسمعني أن يقوم من مجلسه 3 مرات ويقعد. ففعل الملك ذلك، يبقى معناها كأنه قال لهم إيه؟ كأنه نزل منزلة كلامه الصريح أنه هذا صادق فيما يبلغ عنه، لأنه فعل ما قاله. يبقى إذا لو أن الله تعالى صدقه بالمعجزة، يعني أيده بالمعجزة وهو يعلم أنه كاذب، يبقى معنى كده ربنا بيصدق الكاذب، وتصديق الكاذب كذب، تصديق ليه؟ الكاذب كذب. طب وتكذيب الكاذب صدق، اللي خد بالك الأقسام كده، تصديق الصادق صدق، طيب وتكذيب الكاذب صدق مش كذب، طيب وتصديق الكاذب كذب وتكذيب الصادق شفت كده؟ فهمت ولا لسه؟ ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمدا اجماعا ولا سهوا عند المحققين. وبرهان ذلك، برهان ذلك يعني دليل ذلك، أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى. عرفت كيف يسري الكذب إلى خبر الله؟ يعني في الحالة دي مش حيبقى الكذاب هو الرسول، ده حيبقى الكذاب اللي أرسله. شوفين؟ ودليل اللزوم أن تصديق الكاذب في خبره كذب، وإذا كان اللازم وهو كذبه تعالى محالا فالملزوم وهو عدم صدقهم محال، خلاص كده؟ فنقيضه وهو صدقهم يثبت وجوبا وهو المطلوب، هذا الدليل. مش قلنا لازم وملزوم؟ وبرهان ذلك أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى، لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة تحدى به الرسول. يعني الله تعالى أشار إلى، كلمة أشار يعني معناها المعجزة تعتبر إيه؟ هي الدليل. بفعل أوجده خارقا للعادة تحدى به الرسول، وتقرأ تحدى به الرسول يعني الرسول هو اللي بيتحدى وليس هو المتحدى. تحدى به الرسول أي ادعاه قبل وقوعه وطلبه من المولى جل وعلا دليلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه، فأوجده تبارك وتعالى له على وقت دعواه، يعني أو على ما يؤيد دعواه مش على يعني ما يخالف، على نقيض لا، على وفق دعواه. فأوجده تبارك وتعالى له على وفق دعواه، وأعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته. أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى، لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة. هذا اسمه إيه؟ اللزوم ده اسمه إيه؟ اسمه الدليل، الدليل العقلي على استحالة الإيه؟ أو على وجوب الصدق في حق الأنبياء أو استحالة الكذب. أقول لك فين الدليل العقلي؟ لازم أن يسري لو وقع الكذب، لو وقع، شوف لو كده حرف امتناع، لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله، هنا اللزوم، وليس في جميع ما قاله عموما، هذا دليل إيه؟ عقلي. أما عدم وقوع الكذب في جميع أقواله سواء اللي بلغه أو اللي هو من نفسه فله دليل إيه؟ آخر،
دليله فين؟ في الأمانة. أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى. يسري يعني الحكم حيمتد، مش هيبقى قاصر على ما بلغه، على إيه؟ على المبلغ، يعني على المرسل. يلزم لو كان ما يبلغه عن الله تعالى كذبا، والله تعالى مع افتراض أن الله يؤيده بالمعجزة، فيلزم أن يقع الكذب في خبره تعالى. هذا هي وجه اللزوم. وندت لك مثال، لو أنه يكذب على الله والله تعالى يقول للناس إنه صادق، هذا معناه إيه؟ معناه واضح، لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة. أشار تبارك وتعالى إلى تصديق الرسل بفعل، بفعل هو العادة، لأن الفعل المعجزة إيه؟ أمر خارق للعادة. تحدى به الرسول، أي ادعاه قبل وقوعه. يعني التحدي يعني معناه أن الرسول ادعاه، يعني ادعى مقدرته على ذلك الفعل قبل وقوعه. هل تقدر أن تفعل كذا؟ فيقول نعم. القرآن الكريم كمعجزة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعيه قبل عند البعثة، لم يدعوه ولا طلبوا. هو أنا ما يتكلم عن القرآن، يتكلم عن المعجزة في ذاتها، في نفسها، نفس المعجزة، يعني له الفعل الخارق بفعل. يقول لك لأنه كده أشار بفعل، مش بقول، بفعل أوجده. والقرآن ليس فعلا، القرآن ده قول. أشار بإيه؟ بفعل أوجده خارقا للعادة. تحدى به الرسول، أي ادعاه قبل وقوعه. يعني بيتكلم عن المعجزة مش عن القرآن. أي ادعاه قبل وقوعه وطلبه، ويشمل القرآن أيضا لأنه فعل معجز، نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ، معجز ولا مش معجز؟ فيدخل فيه القرآن من جهة أنه فعل، لا من جهة مدلوله، لأنه إيه؟ قديم. واضح؟ وطلبه من المولى جل وعلا دليلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه، يعني ادعاه، يعني ادعى قدرته عليه، وطلبه من المولى دليلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه. يعني عندما أمره الله تعالى أن يبلغ عنه، طلب من ربه أن يعطيه دليل صدقه، وهو ليه؟ وهو المعجزة. ولذلك المعجزة فعلها إيه؟ رباعي، من أعجز، لأنه معجز مش من عجز، من إيه؟ أعجز، فهو إيه؟ فهو معجز. والتاء اللي فيها ليست للتأنيث، ده هي التاء اللي بيسموها الفارقة بين الايه؟ الوصفية وبين الايه؟ العلنية، الاسمية والوصفية. يعني المعجزة ده اصبحت اسم خلاص كده للخالق، الخالق ده اسمه ايه؟ اسمه معجزة، مش كده؟ فلما بقيت المعجزة اسم حطنا لها التاء، انما لو كانت وصف كان قلنا ايه؟ امر معجز، مش كده؟ فلما حطنا التاء بكثير للعالميه، يعني اصبحت علم على الخالق. الخالق ده اسمه ايه؟ معجزه. انت اسمك ايه؟ انت مش خالق، انت مخروق. فاوجده تبارك وتعالى له على وفق دعواه، واعجز سبحانه وتعالى كل. اذا واحد سالك التاء اللي في المعجزه دي مش ليست للتانيث، والمعجزه ما فيهاش مذكر ومؤنث، إنما اسمها التاء الفارقة بين العالمية والوصفية. فهمت كده؟ والفعل بتاعها رباعي، أعجز، معجز. فلو كانت وصف هنقوله أمر معجز، إنما احنا بنقوله معجزة، يعني ده اسم. وأعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته
أن يأتي بمثل ذلك الخارق. وأعجز سبحانه وتعالى بقدرته كل من يقصد تكذيبه، تكذيب الرسول يعني أي رسول، مش محمد، أي رسول جاء بالرسالة، ومعارضته أن يأتي بمثل هذا الخارق. يعني الله تعالى أعجز الإنس والجن أن يقدروا على معارضة رسول أو على تكذيبه، لأنه لو وقع لهم ذلك يبقى خلاص انتفى دليل صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لو قدر واحد على معارضتهم او على تكذيبهم خلاص انتفى مش حاجه اسمها رساله. فلا بد ان يصبح الجميع في دائره العجز، اعجزهم ما قدروش، مع انه برعوا في البلاغه والفصاحه وتفننوا في اساليب القول والشعر والنثر، ولم يستطيعوا ان ياتوا بمثل انا اعطيناك الكوثر. وشوف الغرابه كده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا به بسورة من مثله، بعدين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن، شوف بيقول لهم لن ده مسلط على النفي في الماضي ولن على فهل في مقدوري وهو بشر أن يخبرهم بعجزهم في المستقبل؟ ده ده حاجة يعني، ده لو كان هو ذكي ما يقولش كده، لأنه قد يحصل له مرض، يحصل له مانع، يطلع جن عفريت، إنما لابد أن يكون القرآن من عند الله، لأنه لو كان من عنده هو ما يقول لهمش ولن، أنت تورط نفسك ليه؟ يعني هو كان من ذكائه ألا يقول ذلك، لكنه بيبلغ عن مين؟ عن الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، واضح كده؟ وبعدين يخبرهم صراحة انه في حالة كون متفرقين او مجتمعين، سواء حتى استعانوا بالانس او بالجن، فمش هيستطيعوا. قل لئن اجتمعت ليه الانس، يعني الكلام ده في حال اجتماعهم، امال لو كان كل واحد هيتفنن بمزاج غير، مش ممكن. اذا كان كلهم مجتمعين على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا ونصيرا. لما ربنا بيقول له ايه؟ وادعوا من استطعتم، شوف يعني الكفار قريش او المكذبين او المعاندين الى يوم القيامه، يقول وادعوا من مين هيستطيع يجيبوا مين؟ يجيبوا اعوانهم من الانس او اليهود او النصارى او يجيبوا حتى من الجن، شوف. لكنه ما ذكر في آية الإسراء الملائكة، قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن، من اللي يتصور منهم أنه ممكن يكذبوا أو يعارضوا القرآن؟ الإنس والجن، إنما الملك هل يتصور منه ذلك؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، فهم بعيد عن الموضوع. الملائكة مش داخلين في القصة ده، مش داخلين في الهزل ده وفي اللاعب ده وفي كلام الفاضي ده، ده كلام شغل مين ده؟ شغل الإنس وشغل الجن، ومش هيستطيع يعملوا شيء نهائيا. وهنشوف مضت على نزول القرآن هذه 1000 سنة 1400 سنة، ومع ذلك ما استطاع لا إنس ولا جن ولا غيره أنه يجيب شيء من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كلمة علق كم حرف؟ 3. لو جبنا الجن والإنس على أنهم يشيلوا الكلمة اللي مكونة من 3 أحرف ويجيبوا كلمة توضع في مكانها دون أن يختل المعنى أو السياق أو الفواصل سجع الآيات، لا يستطيعوا. ده لو يعني مثلا في كلمة أخرى بنفس المعنى، علقة، ما العلقة هي العلقة بس دي 4 أحرف، فلو وضعتها مش هتمشي الفواصل، المعنى هيستقيم، لكن الفاصل احنا عاوزين نراعي فواصل الآيات ونراعي المعنى ما يتغيرش. ومع ذلك محدش يستطيع يقول عن القرآن ده سجع. ممكن تقول الآيتين اقرأ خلق علق القلم، لكن بعد كده مش هيمشي السجع ده، بيلتزم الى اخر الكلام، انما ده فيه حاجة تحير.
يعني ممكن تجد آيات قرآنية تمشي على وزن الشعر، لكن تيجي تكمل القافية ما تقدرش. تيجي آيات تانية تمشي مع السجد تيجي تكمل، لا تعرف شعر ولا مثل ولا كلام إنس ولا كلام، يعني معناها مع أنه مكون من نفس الحروف واللغة والأصوات ومع ذلك لا يستطيعون. يبقى ليه؟ لأن الله أعجزهم. خلاص يعني أنت مستطيع وأنا هخليك ما تستطيعش، إن هو من جنس الكلام ما أنزلناه قرآنا إيه؟ عربي ومكون من نفس الحروف اللي هي ألف باء تاء إلى آخره. هم ليه ما نقدرش؟ اه مش هتقدر وخلاص. ليه؟ لانه في ايه وقع عليك الاعجاز من فوق. واضح؟ واعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته ان ياتي بمثل ذلك الخالق. يعني كانه انت معجز، يعني التعجيز ربنا هو اللي اعجزك. خلاص كده؟ وممكن معنى كده ان ربنا ممكن يعطيك القدرة انك تجيب، ممكن ما دامت هو اللي اعجز. من جعلك عاجزا قادر على العكس، ان يجعلك قادرا، لكنه تعالى شاء ان ايه؟ ان يعجزك. يبقى لا يمكن حتكون لك اي قوة ولا اي قدرة مهما اتيت من الفصاحة والبلاغة والبيان، فلا يمكن. اقرأ وانا هقول لك. واعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته ان يأتي بمثل ذلك الخالق. فتنزل هذا الفعل. تقرأ كده. فتنزل هذا الفعل اللي هو الايه؟ المعجزة. مش كده؟ من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة. يعني تنزل منزلته، يعني هذا الكلام نازل منزلة كذا، يعني منزل. خلاص نعطيها نفس المنزلة أو نفس الحكم. فينزل هذا الفعل منزلته. ماشي؟ وهو نفسه هذا الكلام منزل منزلة الفعل، يمشي كده. لا، اللي ينفع الاثنين تقول ايه؟ فتنزل هذا الفعل منزلة، او فننزل هذا الفعل منزلة. خلاص كده؟ وايه ثاني؟ فينزل، بس ما فيش تاء فوق. فتنزل او فينزل او فت، عارف في آية في أول سورة الحجر فيها القراءات دي؟ ما ننزل الملائكة، ها؟ ما تنزل الملائكة، ده قرأت مين ده؟ البزي. ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يبقى ده إيه شعبة؟ يلا، نسيت؟ ها؟ فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى. يعني زي ما بيقول لك أنا خدت كلامك أو نزلت كلامك منزلة كذا، واضح؟ المعنى واضح؟ ولا فيها غموض؟ يعني يقول لك ايه؟ نزل الكلام ده منزلة كذا، او اديله المنزلة. خلاص كده؟ فتنزل. فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال. باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال، يبقى عندك كم اعتبار؟ ثلاثة. يعني عاوز يقول لك دلالة المعجزة على صدق الرسول. ننزلها او تتنزل منزلة ايه؟ الدلالة الوضعية. يبقى هي كده معناها، يبقى معناها دلالة وضعية غير لفظية. مش كده؟ الدلالة الوضعية عندك بتنقسم الى قسمين، لفظية وغير لفظية. هذا فعل، فحننزل منزلة القول. يبقى دلالة وضعية ايه؟ غير لفظية. يعني ايه معنى وضعية؟ ان الله وضعها، يعني انزل وضع المعنى. نزل منزلة قوله صدق، يعني قوله الصريح، يعني لأن الله قال للناس صراحة كده بكلام، أنه تعالى قال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عني. يبقى إذن هذا الفعل ننزل منزلة هذا القول الصريح، أو معنى إيه؟ وضعية. يعني نضع موضع
نزلناه وضعناه حطناه، واضح كده؟ والعادة يعني هي دلالة عادية، يبقى الدلالة العادية زي مثلا الدلالة عندك عقلية ودلالة وضعية، مش كده؟ وضعية لفظية وغير لفظية، ودلالة ايه؟ الثاني عادية عقلية وضعية. يبقى هنا لما نقول ايه عادية يعني في العادة زي دلالة بحكم العادة أو ما اعتدنا عليه، كدلالة الدخان، الدخان على وجود الايه؟ نار، لما نشوف دخان نقول ده فيه نار بحكم العادة، بدلالة ايه؟ دلالة عادية. ايه معنى عادية؟ يعني ما فيش الترابط بين ايه؟ الدال والمدل ممكن يتخلف، هذه العادية. يعني أن الله تعالى جرت عادته بتأييد الأنبياء والرسل بالمعجزة، وممكن إيه؟ يتخلف ذلك عادة إذا كانت الدلالة إيه؟ عادية. يعني في تلازم بين المعجزة وبين صدق الرسل، لكنه تلازم عادي يمشي. وفي البعض قال التلازم عقلي، زي ما قلنا أنه لا يلزم من تصديقهم إذا كانوا لا يعني لا سمح الله أو يعني على افتراض أنهم كانوا كاذبين والله يعيدهم، يلزم الكذب في خبره، وده إيه؟ محال عقلي. يعني ممكن دلالة المعجزة على صدق الرسول تكون دلالة وضعية، وضعية غير لفظية، لأن ما ينفعش يقول لفظية لأنها هتبقى كلام صريح. يعني فعل جاية دلالة وضعية أو دلالة عادية أو دلالة عقلية، خلاص كده؟ هنا بيقول إيه؟ فتمثل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة التصريح بالكلام بصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، بحيث لا يجب الموفق فرق. وبعدين يقول لك وقرينة الحال، الحال إيه هو؟ أن الرسل من خلال المعاشرة، ما ظل صاحبكم صاحبوه وعاشروه ولم يجرموا عليه كذبا قط، هذا دلالة الحال، حال أنهم إيه؟ ما جربوا أنه ده كذب. يعني مثلا إيه؟ ما هو الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحال، قرينة الحال، عاشروه ولم يجدوا منه كذب، فما كان ليذر أو ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ده استدل بها مين؟ هرقل، لما قالهم يعني هل جربتم عليه كذبا في حديث البخاري؟ قالوا لا، قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. قضية قرينة الحال، إنه ما فيش مرة واحدة أثروا عنه كذبة واحدة، مفيش ولا مرة، ولو كان قبل نبوته، ولو كان في طفوليته، ولو كان في أول نشأته، ما أثروا عنه الكذب أبدا. دي قرينة الحال صلى الله عليه وسلم. بحيث لا يجد الموفق فرقا بين تصديق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الموصوف بما سبق، عرف الفعل موصوف بايه؟ بالمخالف للعادة، وبين تصديقهم بكلامه الصريح. يعني ما فيش فرق بين تصديق الله لهم بالمعجزة وبين تصديقهم بكلامه الصريح، انه يقول كده هؤلاء صادقون او محمد صادق ده، بل انا يعني والله اعلم ارى انه المعجزة ده اقوى من الكلام الصريح، لأن الكلام ممكن إيه؟ يحتمل أول، إنما الفعل ده دليل حسي واضح. ألا ترى أن الموفق اللي ربنا وفقه يعني. مين الموفق؟ أنت الموفق إن شاء الله. يعني اللي هو اللي ما عندوش لدد، اللي هو إنسان ما عندوش اشتباه في الأمور الواضحة، الأمور الموفق، يعني اللي عنده شيء من التوفيق او من حالفه التوفيق، يعني ده دفاع لحسن، يعني دليل على ان احنا لما مع يعني ارتضينا وقبلنا موفقين ان شاء الله. انما هل فيكم واحد ارتاب شك قال الكلام ده مش مظبوط مش ماشي؟
يبقى كده مفيش توفيق. هذا فيه. ألا ترى أن ملكا من الملوك لو جمع في بعض الأوقات أهل مملكته؟ هذا المثال ده يقول لك لو جمع واحد ملك من الملوك أهل مملكته. فين أهل مملكته؟ من عندنا؟ أهل موجودة. أنا موجود. ما سبحان الله. إن هنا التوفيق ما حالفناش في الإسلام. وقام من المجلس بعض عبيده بمرأى منه ومسمع، وقال للناس: إن الملك قد بعثني إليكم بكذا وكذا، وها هو عالم بمقالتي هذه، وها هو عالم بمقالتي هذه إليكم، سميع بصير قادر على إهلاكي إن كذبت. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي رسول يعني بيخبر عن الله، ألا يعلم أن حياته وموته وناصيته بيد الله تعالى، فكيف يجرؤ على الكذب؟ ربنا قادر على إهلاكه. ألم يقل سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض، مش القرآن كله، حاجة دخلها كده في سورة الأحقاف أو في الأعراف مرة كده، لا يمكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن أبي السرح ده ادعى أنه هو اللي بيكمل القرآن من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وأباح قتله، قال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، وضرب وارتد بعد كده وعاد ثاني أيام سيدنا عثمان إلى فشف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هو عبد الله بن أبي سرح اللي نزلت فيه الآية: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان من كتاب الوحي بيكتب، فبين لي سورة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين لحد ثم أنشأناه خلقنا آخر، فلما تفكر فيها كده فقال قبل أن يمليها النبي، قال هو نفسه قالها كده: فتبارك الله أحسن الخالقين. فراح قال له اكتب فتبارك، فتعجب وخذ الغروب وقال: إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إليه. يعني ادعى عليه أنه هو كفر خلاص، يوحى إليك فين؟ ده ألهمك ربنا بيها أو فتنة ليك عشان، وراح ادعى إنه كمان مش في دي بس، فئات كثيرة، هو العزيز الحكيم، وهو كان يكملها هو من إيه؟ من عنده. فنزل فيه قوله تعالى: وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فربنا قادر على إهلاك أي إنسان يتقول أو يتلفظ. فشوف الدليل كده: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. معنى كده ايه؟ إهلاكه. وقال للناس: إن الملك قد بعثني إليكم بكذا وكذا، وها هو عالم بمقالتي هذه إليكم، سميع بصير. يعني هو عالم، مش يعني حد حاجة حتكفى عليه، سميع يسمعه، وهو يقول إن الملك أرسلني، بصير قادر على إهلاكي إن كذبت. واضح؟ وآية صدقي فيما ادعيته عليه أن أطلب منه أن يصدقني بأن يفعل كذا وكذا مما لم تجري عادته أن يفعله. يعني هو دائما في عادتي أو في جلستي جالس بهيئة معينة، فرح طلب أن يفعل حاجة من غير ما تجري به عادته ففعل. هذا دليل على تصديقه ولا على تكذيبه. وأن يقصني بذلك ولا يفعله لأحد ممن يقصد معارضتي وتكذيبي. يعني معناها لازم يخص بالفعل ده، أنه يقوم من مجلسه 3 مرات أو يفعل الحاجة اللي هو طلبها، بس يخص بها، مش يجي المكذب يروح يعمل له نفس الحكاية فحيلتبس على الايه؟ على الناس. ثم طلب من الملك ذلك الفعل ففعله له على وفق ما طلب منه، وخصه به دون غيره ممن يقصد معارضته والقدح في صدقه. فيعلم على الضرورة أن الملك قد صدقه، وأن ذلك الفعل من الملك نازل في الدلالة على، فيعلم على الضرورة، يعني يصبح علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن يجد له دفعا، خلاص ضرورة. وأن ذلك الفعل من الملك نازل في الدلالة على صدق ذلك المدعي
منزلة صريح قول الملك. جعلتنا كلمة تنزل منزلة. لأن الفعل نازل منزلة. تلقى تنزل انت هو ينزل نفسه حد غيرك هو ايه واحد. تنزل منزل تنزل تتنزل براحتك. أتى بالإدغام وأتى بالفك وأتى بالفتح وأتى بالضم. فقد وردت القراءة لذلك في أول الحج ما منزل مش ده حصل ما تنزل إن أصل البلد يقرأ بتائين ويضرب ما تنزل وبعدين ما تنزل ومن اللي يخفف كمان عندك لا ده خلاص القراءة بتاع واحد وأن ذلك الفعل من الملك نازل في الدلالة على صدق ذلك المدعي منزلة صريح قول الملك. صريح القول يعني القول الصحيح أن عبدي صدق فيما بلغ عني. لا فرق بينهما أصلا. وإذا ثبت لا فرق بينهما يعني بين القول الصريح وبين الفعل الذي فعله يشير به إلى تصديقه. في فرق؟ إذا كان في فرق قول. وإذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذب الملك الذي قد صدق. أحد دليل العقلي إذا ثبت ذلك يعني أن المعجزة قلنا بالتاء المعجزة ليس التاء التأنيث إنما هي التاء الفارقة بين الوصفية والإسمية لأنه لو كانت وصف حتقول إيه معجز بالتذكير من غير تاء. إذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذب المرسل. ومين اللي ارسل الرجل ده اللي قاعد بحضره الملك؟ الملك الذي صدقه وهو يسمعه ويعلم بامره ويراه وهو قادر على اهلاكه. اذا فيلزم من الكذب في اخبار الرسل انهم يبلغون عنه. قلنا ان العلماء الكلام ماذا قصدوا بأن الصدق واجب؟ هل قصدوا المعنى العام والمعنى الخاص؟ هل قصدوا الصدق في كل أقوالهم وأفعالهم ولا قصدوا الصدق في تبليغ الرسالة والأحكام؟ هنا الخاص. إنما الدليل الثاني حيؤخذ من العصمة من الأمان اللي جاي بعدين. فبين الدليل ده قطعي يعني مثلا قوله تعالى وما أنطق عنها وما ثبت له يثبت لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا كنفس واحدة. يلزم من تصديق واحد تصديق الكل ومن تكذيب واحد تكذيب الكل. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين. كذبت قوم نوح مين؟ لم يكذب قوم نوح الا نوح. ما كانش في اصلا رسل معاه او ما يعرفوش مين اللي هيجي بعده. يبقى اذا لو كذب نوح يبقى كذب الرسل جميعا. كذبت قوم نوح المرسلين ولم يقل نوح. إذا التصديق واحد يلزم تصديق الكل، تكذيب واحد يلزم ايه؟ تكذيب الايه؟ الكل. لازم من كذب الرسول كذب المرسل الذي صدقه. قلنا كده تصديق الكاذب كذب صح؟ وتكذيب الكاذب صدق. وأن الله كذاب هذا صدق. وتكذيب الصادق كذب. وتصديق الكاذب تصديق الكاذب كتصديق الصادق وتكذيب الكاذب كلاهما صدق. ايه هو الكذب؟ ان تصدق الكاذب او تكذب الصادق. واذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذب الملك الذي قد صدق لان تصديق الكاذب كذب. ولما كان الكذب على المولى تبارك وتعالى يعني مثلا واحد حرامي لسه سرق وجيت انا دافعت عنه يبقى انا في الحاله دي انا مشترك معاه في الجريمه او انا نفيت عنه السرقه وانا اعلم انه سارق ده يبقى ايه ده؟ كذب من اعلم من امره ذلك. ولما كان الكذب على المولى تبارك وتعالى مستحيلا لان خبره على وفق علمه جل وعلا. جيدا لم ادد دليل عقلي. لما كان الكذب على المولى تبارك وتعالى مستحيل. مستحيل ليه؟ لان خبره على وفق علمه جل وعلا وافق لعلمه. لا يمكن ان الله تعالى يبقى كلامه مغاير لعلمه.
اللي في هذه الحالة ده مستحيل. إذا ثبتت الاستحالة وجب نقيضه وهو إيه؟ أنه خبر إيه؟ تعالى صادق. إذا تصديق الرسل يلزم منه أنهم صادقون لا أنهم كاذبون، هذا هو المطلوب، ده اللي احنا عاوزين نثبته، وهذا هو الإيه؟ المطلوب. وأديك وجه اللزوم كده، أن تصديق الكاذب في خبره كذب، إذا كان اللازم وهو كذبه تعالى محالا فالملزوم وهو عدم صدقهم محال، فنقيضه وهو صدقهم ثابت وجوبا، وهذا هو إيه؟ المطلوب إثباته. ولما كان الكذب على المولى تبارك وتعالى مستحيلا لأن خبره على وفق علمه جل وعلا، والعلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فالكلام التابع له كذلك، لأن الكلام تابع ليه؟ للعلم. لزم أن يكون الكذب في حق رسله عليهم الصلاة والسلام مستحيلا، لأنهم يبلغون عن الله والله يؤيدهم ويصدقهم، ومحال أن يكون خبره تعالى كذبا، فكذلك يستحيل أن يكون خبر رسل عليهم الصلاة والسلام كذبا، لا يمكن. مرة كان في سور في 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 بلاد الشام في بعض الغزوات في حمص او كذا، وطلبوا من عمرو بن العاص انه يفتح الباب فلم يستطع، فقال اتسلق سور عالي جدا موجوده في كتب السير، فقالوا له نخشى عليك ان قفزت من فوق عشان تفتح الباب من الداخل ان تهلك او ان تموت، فقال محال قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأني سأفتح مصر وما فتحتها وما كذب رسول الله، أنا لسه لي مهمة ما حصلش، فسيبوني حرم نفسي ونفذ. فوقع في نفسي صدق مين؟ الأنبياء، لأنهم يبلغون عن الله تعالى، فلو هلك في الموضوع ده هيلزم من ذلك تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا باقي حسن. قال المصنف رحمه الله: وتجب لهم الامانه، اي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم او مكروه. طب هي الامانه ليه بيسموها العصمه؟ مش كده؟ ليه يسموها الامانه هنا؟ واجب لهم ليه؟ الامانه مش كده؟ وصف جميع الرسل بالامانه والصدق والفطانة سموها الأمانة، لأنهم لو فعلوا منهيا عنهم ولو كان النهي على سبيل الكراهة لخانوا بهذا الفعل، لخانوا، وإذن إيه ضدها؟ إيه ضد الخيانة؟ الأمانة، عشان كده سموها إيه؟ الأمانة، وهي إيه المراد بها؟ إيه العصمة. في بعض الناس يقول لك فين العصمة؟ أنتوا في الأمانة والفطانة وإيه ثاني والتبليغ والصدق، هي الأمانة. ده بل بالعكس القرآن ذكرها باللفظ كده: إني لكم واحد، إني لكم رسول أمين، كل ما قالش معصوم، كل واحد يقول لك أمين. هذه الأمانة، لأنهم لو تلبسوا بمنهي عنه لكانت خيانة، وضد الخيانة إيه؟ الأمانة. نعم؟ خيانة للرسالة؟ طبعا خيانة ضد الأمانة، لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا إيه؟ أمانة ما ائتمنهم الله تعالى عليه. وتجب لهم الأمانة، أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه، لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. يعني عاوز يقول لك إنه إحنا مأمورون بهم بالاقتداء بهم، مش كده؟ فإذا يجب أن تكون جميع أقوالهم وأفعالهم يا إما واجبة يا إما إيه؟ يا إما مندوبة، مش كده؟ لأنك أمرت واتبعوه، أمرنا باتباعهم وبالاقتداء بهم، إذا لا يمكن أن يكون في أقوالهم أو أفعالهم أو ظواهرهم أو باطنهم ما هو حرام أو مكروه، لأن ذلك يستلزم إيه؟ أنهم لو كانوا يفعلون الحرام والمكروه لكنا مأمورين به،
بدليل أننا يجب علينا الاقتداء بهم ويجب علينا أن نتبعهم. احنا في الحالة دي مأمورين بالسرقة أو مأمورين بالكذب إذا كان هم ممكن يكذبوا أو ممكن يكونوا بفعل منهي عنه وأنت مأمور باتباعهم، جيدا أنت مأمور بهذا الايه؟ الفعل الذي خانوا به، ومعاذ الله أن يفعلوا خيانة أو معصية أو. وكل ما ورد في حق الأنبياء مؤول مصروف عن ظاهره لا يتمسك به أحد. تفضل. نعم. لا لا يفعلون حرام ولا مقتله، بس في خلاف الأولى، إنما الحرام لا والمكروه لا، فأفعالهم دائرة بين الوجوب والاستحباب، حتى الجائز المباح بتاعهم لأنك أنت مأمور بالاقتداء يصبح إيه؟ يصبح مندوب، حتى المباح يصبح في حقهم هم إيه؟ مندوب. يبقى إذا أفعالهم حاجتين، يا واجب يا إيه؟ يا مندوب، مفيش مباح. وبعدين يبقى إذا الممنوع الحرام وإيه؟ والمكروه. أصبر. وتجب لهم الأمانة، أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرمات. إذا الأمانة، الأمانة أو العصمة عرفها الجمهور، ده تعريف الجمهور ده والشيخ ماشي عليه، وحفظ ظواهرهم وإيه؟ وبواطنهم من الوقوع، يعني التلبس بمنهي عنه. كلمة منهي تشمل الحرام وتشمل الايه؟ المكروه. لأن الأمانة عرفها الجمهور بأنها حفظ ظواهرهم وبواطنهم من فعل منهي عنه. وفي تعريف ثاني، لطف من الله تعالى بالعبد. العصمة، ايه معنى العصمة؟ لطف من الله تعالى بهم يحملهم على الخير ويمنعهم أو يكفهم عن الشر. وفي تعريف الفلاسفة الحكماء أنها ملكة، ملكة راسخة تمنع صاحبها من الفجور. بس إيه الفرق بين تعريف أهل السنة وبين تعريف الفلاسفة؟ ويقولوا ملكة راسخة، بس طبعا الملكة دي تتقوى وتضعف. بالنسبة ممكن تكون الملكة في غير الأنبياء، ممكن يكتسبها. الفرق بين تعريف الحكماء وبين تعريف أهل السنة إنه الإيجاب عندهم، يعني الملكة دي واجبة أن تكون فيهم، أما العصمة ده باختيار الله تعالى يخلقها لطف من الله تعالى، ليست بالإيه؟ بالإيجاب. هذا الفرق. لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم، وذلك يستلزم عصمتهم فيها من كل منهي عنهم. يعني إذا كنا قد أمرنا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم إلا ما ثبت تخصيصهم فيه. يعني الحاجة الخاصة، ما نقولش أنا هتزوج 9 عشان أنا هبتدي، لا ده خاص ده. يبقى اللي ثبت الخصوصية ماليش دخل به، إنما ما عدا ذلك يبقى إيه؟ يجب علينا الاقتداء بهم. بس إذا كان واجب علينا الاقتداء بهم، ما احنا قلنا أفعالهم يا إما تكون واجبة أو مندوبة، فكيف نجعل الاقتداء في كل واجبا؟ قال لك لا، الاقتداء بهم في الواجب واجب وفي المندوب مندوب. يعني لما تقتدي بهم في شيء يكون مندوب يبقى هذا الاقتداء نفسه مندوب، وإذا كان في شيء واجب يبقى واجب. واضح؟ هذا كمال ثاني واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني ده الكمال الثاني، يعني الصفة الثانية اللي هي إيه؟ الأمانة أو العصمة. وهو كونهم أمناء لا خيانة لهم في شيء من الأشياء. والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. شوف الأمين الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. أنا أدت لك أمانة وأحببت أن تحفظها على وجه معين، فإذا خالفت هذا الوجه الذي أمرك به المالك لا تكون أمينا. الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك إيه؟
يبقى معنى كده ربنا اوصاهم بايه؟ بوجوه الكمال. يعني كده معناها ما فيش اكمل من ايه؟ من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. يعني ما هو كمال وما هو ترقي؟ لا يفعلون يعني اللي هو الشيء اللي هو يعني الادنى، يفعلون الاشياء اللي اعلى واهم واتم، انما بعثت لاتمم ما مكارم لي الاخلاق. والامين هو الذي يترك كل امر على الوجه الذي اوصى مالكه ان يترك عليه، ولا يجوز ان ينقله بسبب الشهوه من الموضع الذي ينبغي ان يكون فيه لوصيه مالكه الذي تجب طاعته. يعني عاوز يقول لك المخالفه بتكون بسبب ايه؟ بسبب الشهوه او التطلع او يعني المخالفه لها اسباب كثيره. يبقى اذا كده نلخص هذا في ان الذي يتوهم صدوره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام، في بعض الناس يتمسكون بظواهر النصوص ويقعون في جناب ذواتهم الشريفه او التطاول على الانبياء، ويظنون انهم يعني في ذلك انهم يعني منصفون او انهم على الحق. ليه؟ لأنهم يتمسكون بأدلة. يعني كان زمان واحد يدرسنا في كلية أصول الدين يقول إيه؟ يجوز الشرك على الأنبياء، ويقول إيه؟ الله تعالى يقول ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم. ويقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن، وهكذا. فكان يجوز للشرك عليه. طيب هل تؤخذ هذه النصوص القرآنية على ظاهرها التي وردت في حق الأنبياء والمرسلين؟ إن يتوهم صدور منهم، شوف كده، إما أن يكون ده في حصر عقل كده عشان نضبط المسألة، إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة. إيه اللي تقتضيه المعجزة؟ صدقهم في دعوة الرسالة وتبليغ الأحكام. فهل يتوهم أن يصدر منهم مناقضا لما تقتضيه المعجزة؟ لا. الجزء أول شيء الذي يتوهم صدوره منه إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة، والذي تقتضيه المعجزة هو صدق النبي في دعوة الرسالة، أو لا. يعني هل يكون منافي لما تقتضيه المعجزة ولا ما يكونش منافي؟ عندنا أول وعندنا إيه؟ ثاني. إيه هو الأول الذي ينافي لما تقتضيه المعجزة؟ الكذب، أن المعجزة تقتضي صدقهم. فإذا صدر منهم ما يناقض المعجزة ده محال، وعرفنا ده وانتهى الكلام فيه. أو لا، اللي هو الثاني، يعني مش هيكون ايه منافي لدلالة المعجزة، ولكن هيكون ايه مخالفة معصية ذنب. طب لما يكون مخالفة او معصية او ذنب، اعظم المخالفات هي ايه؟ الشرك، اكبر الكبائر. يبقى اما ان يكون شركا اللي هو اولادا اللي هو الثاني، او معصية اخرى. الشرك طبعا هنحطه في دائرة واحدة، والمعاصي الاخرى إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون إيه؟ صغيرة. كده اتحصلت المسألة ولا ما اتحصلش؟ يبقى أول حاجة الذي يتوهم صدوره عنهم إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة أو لا. خلاص المنافي لما تقتضيه المعجزة هو الكذب، أو لا حيأتي أعظمه وأكبره الشرك. والمعاصي الأخرى غير الشرك أو المخالفات الأخرى إما أن تكون كبائر وإما أن تكون صغائر. طيب إيه الاحتمالات العقلية؟ إما أن تصدر عنهم اللي هي الأخرى دي اللي هي المعاصي اللي هي الكبائر أو الصغائر، إما أن تكون قبل النبوة أو بعدها، إما أن تكون سهوا وإما أن تكون عمدا، إما أن تكون مشعرة بخسة أو لا. هي الأقسام كلها. هل تجد في كتب المتكلمين شيء مما يخالف هذا التقسيم؟ نقول تاني كده، الذي يتوهم صدوره عنهم إما أن يكون منافيا لما تقتضيه دلالة المعجزة وهو الكذب،
يبقى الكذب خلناه في قسم واحد وثبت انه محال عقلي لانه يلزم منه وقوع الخبر في كذبه سبحانه في خبره سبحانه وتعالى. طب الذي او لا يعني او لا يكون منافيا اما ان يكون الشرك او معصيه اخرى معصية أخرى غير الشرك إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة إما أن تصدر منهم قبل النبوة أو بعدها إما أن تكون على جهة العمد أو على جهة السهم إما أن تكون كبائر أو صغائر مشعرة بخسة يعني كده تتنافى مع المكانة والكرامة وفي كبائر لا تشعر بالخسة زي القتل اللي يشعر بالخسة زي إيه زي السرقة وذلك الحرامي تلقى ايه عينه مكسوره كده انما القاتل ده مجرم والتاني مجرم بس فيهم ايه مجرم بدناءه وفي ايه مجرم يعني كده يعني في يعني معاصي تشعر بخسه وخلاف المروءه وفي معاصي اخرى ما فيهاش ايه خلاف المروءه مش كده؟ سرقه لقمه تطفيف الى اخره خلاص ده الحصر الايه اللي ذكرناه. اذا نجي نتكلم على حاجه اما الشرك قلنا خلاص الكذب اقمنا الدليل عليه اللي هو منافي لدلاله المعجزه بقي ايه؟ الشرك. الشرك خد بالك معصومون منه قبل النبوه وبعدها عمدا او سهوا بالاجماع. أمال الآيات القرآنية يجب أن تصرف عن ظاهرها خلاص كده أو المخاطبون بها هم والمراد بها إيه أممهم أو أتباعهم يبقى لا يقع منهم الشرك لا قبل النبوة ولا بعدها لا عمدا ولا إيه بالإجماع يعني محدش خالف كده لا معتزلة ولا شيعة ولا حد بالإيه بالإجماع فلا يصدر عنه. ما في آية في سورة الأعراف تكلم عن نبي من الأنبياء والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها فلما آتاهما جعل كده آدم وحواء جعل له شركاء أو جعل له شركا كده بنسبة الشركة قال لك لا الضمير لا يرجع إلى آدم وحواء إنما إلى النسل المكون منهما اللي هو كامل الخلقة الذكر والأنثى فلما آتاهما يعني من ذريتهما جعل اللي هو النسل الكامل يعني ذكورا وإناثا فهذا النسل هو اللي مش راجع على مين؟ يعني مش قالوا كده حملت دعا الله لئن آتيتنا صالحا مش صالحا يعني غلاما ده نسلا صالحا كاملا فيه الذكورة والإيه والأنوث فهذا النسل الذي تكوى هذا هو إيه اللي يناسب واضح ليس إيه الضمير راجع لإيه لآدم ولا لمين لحواء. أمال سيدنا إبراهيم مثلا في موضوع الكذب لما قال بل فعله كبيرهم هذا ده قال لك هو ما أراد أن ينسب الفعل إلى الصنم بل أراد أن ينسبه إلى نفسه مع التعريض بسفاهة عقولهم يعني زي ما واحد يدخل تكون تمكلف بشيء ثم يقصر فيه فتفعل الشيء بنفسك فلما يجي يستغرب يظن أنه في واحد قام به عنه فيقول من فعل هذا وأنت الفاعل فتقول له أنت تبكيتا وتوبيخا له على تقصيره هو لما قال بل فعله كبير هذا إشارة إلى أنه يستخف بعقولهم يعني عاوز يقولهم يعني مين فعلوا غيري هيكون فعلوا يعني كبيركم ده الصنم ده اللي ما بيتحركش هو عاوز ينسب الفعل لنفسه بس دي طريقة عند الايه في اللغة من التهكم عليهم يعني مثلا أديك ما فيش غيري قاعد في المعبد الأصنام والأصنام كلها مكسرة وفيش غير الكبير اللي أنا سفته ده يا أنا يا هو العقل يقول مين بس طب ليه قال بل فعله كبيرهم يعني عاوز يقول لهم يعني هل يستطيع كبيرهم ان يفعله؟ اذا لم يبقى انما اراد ان ينسبه الى الصنم بل اراد ان ينسبه الى نفسه فلازم نفهم ما ورد في حق الانبياء
بحسب ما يتناسب مع الشيء المبدأ العقيدة الثابتة اللي هي إيه؟ تنزيههم عن القبح في أقوالهم وأفعالهم أو الكذب إلى آخره. يبقى الشرك معصومين منه قبل النبوة وبعد. في حد جوز عليهم الشرك قبل النبوة؟ مفيش. أمال سيدنا إبراهيم لما قال هذا ربي في سورة الأنعام وراح للكوكب وعبد؟ لا أبدا، ده هذا من باب إقامة الحجة على الخصم، أن تظهر أنك مقر بدعواه مع أنك لا تقر ولا تعترف، بس عشان تصل إلى إيه؟ إلى إلزامه. ده أسلوب معروف، معروف ده الأسلوب ده، يعني عاوز يقول على جهة الافترام حتى يصل إلى غرضه. يبقى إذا لم يعبد سيدنا إبراهيم لا صنم ولا حجر ولا حدث منه شيء قبل نهائيا. وهو بعد كده إيه؟ الشرك معصومون منه قبل النبوة وبعدها، خلاص بالإجماع. وأما الكذب فيستحيل صدوره فيما يتعلق بالتبليغ بالإجماع. أما مسألة دار التبليغ دي فيها كلام حياتي، بس فين؟ لما ندخل في الأذان إن شاء الله. طيب وأما باقي الكبائر، خلاص احنا اتكلمنا عن الشرك وعن الكذب دلوقتي، باقي الكبائر يعني زي القتل زي السرقة زي الزنا زي باقي الكبائر، فهم معصومون منها بعد البعثة عمدا بالإجماع. وأما صدورها سهوا يعني بعد البعثة فالمحققون على منعه أيضا، لأنه لو جاز لزم أن تكون الكبيرة مأمورا بفعلها للأمر بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم. بالتحقيق أيضا على أنه لا تصدر عنهم الكبائر لا عمدا ولا إيه ولا سهوا. إحنا مأمورين قلنا بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم، فلو ارتكب كبيرة يلزم أن نكون إيه؟ أن تكون الكبيرة مأمورا إيه؟ بها، لأنك مأمور بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم من غير تفصيل. يعني ما ربنا لما قالنا اتبعوهم لم يقل لنا إلا في حالة السهو أو في حالة الفصل، فإذا لم يكن هناك تفصيل يبقى هذا دليل عقلي يمنع ورود الكبائر منهم ولو على جهة السهو أو الغفلة. لأن الله عندما أمرنا باتباعه في أقوالهم وأفعالهم لم يفصل، ما قالش في حالة كذا وفي حالة كذا، خلاص كده. يبقى إذن يجب اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم إلا فيما ثبت اختصاصهم به. يبقى حنقف على الأمانة، يبقى تجب لهم ليه؟ الأمانة. اللهم صل وسلم.